مساء الخير، معاكم امير الدالي من برنامج سي اف اي بالعربي، سبونسر من السي اف اي سوسايتي. النهارده هنكمل تاني ريدنج في البورتفوليو مانجمنت وبورتفوليو ريسك اند ريتيرن بارت 2. المفروض بورتفوليو ريسك اند ريتيرن بارت 1 احنا اتكلمنا ان احنا ازاي نروح نقيس ريسك السهم عن طريق الستاندرد ديفيشن، وتعلمنا ازاي نروح نقيس ريسك البورتفوليو برضه عن طريق الستاندرد ديفيشن. بعد ما قسنا الريسك السهم او ريسك المحفظه، رحنا قسنا حاجه اسمها الكوفيرينس، والكوفيرينس ده كان بيقيس الموفمنت او الحركه ما بين الاسهم جوه المحفظه الواحده. بعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها الكوريليشن، والكوريليشن هي بتمجر مدى قوه الترابط ما بين الاسهم جوه المحفظه الواحده برضه. فمينلي كان الريدنج اللي فاتت كانت بتتكلم عن الريسك والريتيرن بتاع السهم وبتاع البورتفوليو. هو في سلايد نمبر 3 بيكلمك ان انت لما تروح تنشئ محفظه وتحط جوه المحفظه دي حاجتين، تحط جوه المحفظه دي حاجه اسمها ريسكي اسيتس، وتحط جواها ريسكي فري اسيت. فانت بيقول لك لو عايز تروح تقيس الريتيرن بتاع البورتفوليو بتروح تقيس ويتد افريج، يعني بتشوف قد ايه من فلوسك في ريسك فري وتضربها في الريتيرن بتاع الريسك فري، وقد ايه من فلوسك في ريسكي اسيت وهتضربها في الريتيرن بتاع الريسكي اسيت. فريتيرن المحفظه ويتد افريج. لو انت بقى عايز تروح تقيس ريسك المحفظه زي ما انت شايف قدامك كده، فنتخيل مثلا ان اسيت بي هو ده يعتبر الريسك فري اللي هو مثلا سي تريجبلز، فهتلاقي ان الستاندرد ديفيشن بتاع تريجبلز كده كده بزيرو، فاي حاجه بزيرو بصفر، يبقى السكند تيرم ده راح. ونتخيل برضو ان الاسيت بي هو لسه ستيل الريسك فري، يبقى الستاندرد ديفيشن برضو بتاعه بزيرو، يبقى اي حاجه بزيرو بزيرو، يبقى ثيرد تيرم راح. فاللي عايز اوصله لك ان انت لو رحت انشات محفظه جواها ريسكي اسيت وريسكي فري اسيت، فمينلي انت هتاخد قد ايه من فلوسك في ريسكي اسيت وتضربها في الستاندرد ديفيشن بتاع الريسكي اسيت. هو ده لما بتروح تعمل كومباوندنج ما بين ريسكي فري وريسكي اسيت. ومكلمك هنا في سلايد نمبر 4 شكل الكابيتال الوكيشن لاين اللي هو الثيري اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، ان انت بتروح توزع فلوسك ما بين ريسك فري وريسكي اسيت، ولسه هنتكلم عليه بالتفصيل المفروض في سلايد نمبر 5. ايه الكابيتال الوكيشن بقى؟ ان انت عندك في البورتفوليو عندك ثلاثه ثيري. اول ثيري عندك حاجه اسمها كابيتال الوكيشن لاين. الكابيتال الوكيشن هو mainly قائم على تو اسامبشن. اول اسامبشن بيقول لك ان انت لما تروح تنشئ محفظه اعمل الوكيشن او وزع فلوسك ما بين ريسك فري وحاجه اسمها ريسكي اسيت. فلو رحت بصيت على الكابيتال الوكيشن لاين على الرسمه بتاعتها في سلايد نمبر 4، نرجع تاني هتلاقي ان انت عند النقطه دي انت حاطط 100% من فلوسك في ريسك فري، فهتلاقي الستاندرد ديفيشن بتاع المحفظه عندك بزيرو. بس طول ما انت عمال تنتروديوس او تدخل ريسكي اسيت جوه البورتفوليو عندك، طول ما تلاقي هتطلب ريتيرن اعلى، وبالتالي الستاندرد ديفيشن بتاع المحفظه عندك عمال بيزيد. يبقى السلوب ده جه ازاي؟ السلوب ده جه ان انت كان بادي الاول من ريسك فري، بس طول ما انت عمال بتحط ريسكي اسيت فريسك المحفظه بيزيد. والطبيعي ان الكيرف ده او السلوب ده بيبقى ابورد سلوبنج. ليه؟ لان الطبيعي ان انت طول ما بالريسك بيزيد طول ما بتروح تطلب ريتيرن اعلى. ده اي فكر اي ريسك افيرس انفستور. طيب تاني assumption جوه الكابيتال الوكيشن واخر assumption ان هو قائم على حاجه اسمها النون هوموجينس اكسبكتيشن. يعني ايه نون هوموجينس اكسبكتيشن؟ يعني بيقول لك ان احنا كانفسترز او كبورتفوليو مانجرز نظرتنا للماركت مختلفه. يعني ايه نظرتنا للماركت او للسهم مختلف؟ ان انت سي مثلا لو رحت بصيت على سهم اتش اس بي سي، رحت لقيت مثلا ان سعر السوق بتاعه 50 دولار، بس لما جيت تسال مثلا فاينانشال اناليست تقول له هو الفير فاليو بتاع السهم ده بكام؟ يقول لك والله قيمته العادله الفير فاليو بتاعه سي مثلا 55. يبقى الاناليست ده شايف ان السهم ده كده اندر فاليد. يعني ايه اندر فاليد؟ يعني متسعر في البورصه باقل من قيمته الحقيقيه. بس في اناليست تاني او بورتفوليو مانجر تاني شايف ان القيمه العادله بتاعت السهم تسوى 45 بس. معنى كده ان السهم ده يعتبر اوفر فاليد. يعني ايه اوفر فاليد؟ يعني كده السهم ده متسعر في البورصه باكتر من قيمته الحقيقيه. يبقى النون هوموجينس ان احنا نظرتنا للماركت او للسهم مختلفه، فبالتالي في ناس شايفه ان السهم اندر فاليد
وفي ناس شايفه ان السهم اوفر فاليد، يعني السهم متسعر باقل من قيمته او اكتر من قيمته. فعلى حسب بقى نظرتك للسهم ونظرتك للماركت هتحاول تعمل حاجه اسمها اوفر ويتنج وحاجه اسمها اندر ويتنج. يعني ايه اوفر ويتنج؟ يعني دام السهم ده اندر فاليد فهتروح تحط منه كتير جوه البورتفوليو. ليه؟ لان كده السهم متسعر في البورصه باقل من قيمته. بس لو انت شايف السهم ده اوفر فاليد، يعني سهم وحش، يعني متسعر في البورصه باعلى من قيمته، هتعمله حاجه اسمها اندر ويتنج. اندر ويتنج ده يعني تقلل من وزنه جوه المحفظه، تشيله. ليه؟ لان هو اصبح سهم مش كويس. يبقى اذا الكابيتال الوكيشن هو ده عباره، الواي اكسس عباره عن الريتيرن والاكس اكسس عباره عن الريسك. كنت واقف هنا 100% من فلوسك ريسك فري، فضلت تمشي 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 طول ما انت عمال بتمشي وتدخل ريسك اسيد، طول ما ريسك المحفظه عندك هيزيد. ده الريتيرن وده مفروض الريسك. عند النقطه دي قلنا ريسك فري، هفضل امشي فهتلاقي ريسك البورتفوليو عندك بيزيد. هو ده التو اسامبشن بتاع الكابيتال الوكيشن برضه. بس في كونسبت كده مهم في الكابيتال الوكيشن اللي بيقول لك ادام الكابيتال الوكيشن قائمه على النون هوموجينس، يعني نظرتنا للماركت مختلفه او للسهم مختلفه، فاحنا هنروح هيبقى في حاجه اسمها ديفرنت اوبتيمال ريسكي بورتفوليو. يعني ايه ديفرنت اوبتيمال ريسكي بورتفوليو؟ يعني كل واحد فينا هينشئ بورتفوليو على مزاجه بويتس مختلفه. ليه؟ لان احنا نظرتنا للسهم او للماركت مختلفه. فتقدر تقول مفيش اوبتيمال ويت، يعني مفيش ويت كويس او مفيش بورتفوليو 100% كويس، لا، هو على حسب نظرتك. علشان كده لما جم رسم لك الكابيتال الوكيشن لاين في الكريكلم او في تشوازر، رسموا لك كابيتال الوكيشن لاين ثلاثه بس، انت ممكن ترسم مليار كابيتال الوكيشن لاين، ممكن ترسم مليار سلو بلاي، لان انت كل واحد هينشئ بورتفوليو بنظرته هو عامله ازاي. ففي محفظه A مثلا، دي محفظه B، في محفظه C، محفظه مثلا دي E، زي ما انت عايز ارسمه زي ما انت عايز. ليه؟ لان انت هتروح توزع الويتس بطريقه مختلفه. فعشان كده بيقول لك في سلايد نمبر 6 بيقول لك different investor have homogeneous expectation. بس ده كده في سلايد نمبر 6 ده كده يعتبر الكابيتال ماركت لاين، وده تاني بقى ثيري عندنا جوه البورتفوليو. ففي سلايد نمبر 6 اكتب كابيتال ماركت لاين. الكابيتال ماركت لاين بقى ده تاني ثيري جوه البورتفوليو. بس الكابيتال ماركت لاين قائم برضو على تو اسامبشن. اول اسامبشن ان انت هتروح توزع فلوسك برضو ما بين ريسك فري وما بين ريسك اسيت، نفس الكلام بتاع الكابيتال الوكيشن بالظبط. بس الكابيتال ماركت لاين قال لك لا، هو قائم على حاجه بقى اسمها الهوموجينس اكسبكتيشن. يعني ايه هوموجينس؟ هوموجينس عكس النون هوموجينس. هوموجينس ده يعني نظرتنا للماركت كلها واحده او نظرتنا للسهم واحده. فلو جيت سالت مثلا، بصيت على سهم اتش اس بي سي، لقيت سعره في السوق سي مثلا 50 دولار، تيجي تسال على قيمته العادله اللي هو الفير فاليو، تسال انالست يقول لك لا انا مصدق الماركت، احنا شايفين ان السوق افشنت، فالناس شايفه ان الفير فاليو بتاع السهم 50، وفاينانشال انالست تاني شايف برضه ان الفير فاليو بتاع السهم 50. يبقى اذا كده احنا شايفين ان الماركت اللي احنا فيه او البورصه اللي احنا فيها بورصه افشنت. يعني ايه افشنت؟ يعني الاسهم كلها متسعره فيرلي، يعني فيرلي برايس، يعني الماركت برايس قد الفير فاليو، مفيش ولا اندر فاليد ولا في اوفر فاليد. فاذا مفيش اسهم متسعره باكتر من قيمتها او اسهم متسعره اقل من قيمتها، فمن الاخر كلنا هنروح ننشئ محفظه واحده بس. المحفظه دي اسمها اوبتيمال ريسكي بورتفوليو، لان مفيش حد هيعمل اندر ويتنج ومفيش حد هيعمل اوفر ويتنج. ليه؟ لان احنا شايفين ان السوق اللي احنا فيه ده سوق افيشنت. علشان كده في سلايد نمبر 6 بيقول لك under this assumption بتاع الهوموجينس all investor face the same efficient frontier of risky portfolio، وكلنا عندنا same optimal risk portfolio. يعني ايه same optimal؟ يعني كلنا من الاخر هنروح ننشئ محفظة واحدة بريسك واحد وبريتيرن واحد. ليه؟ لان احنا شايفين ان الماركت اللي احنا فيه ده ماركت efficient. طيب انت رسمت بقى كابيتال ماركت لاين، ممكن تشوفها في الكريكلم او في التشوازر، هتلاقي السي ام ال ده نفس فكره الكابيتال الوكيشن عند النقطه دي 100% من فلوسك في ريسك فري، ريسك فري اسيت. فاذا 100% من فلوسك ريسك فري هتلاقي برضو الستاندرد ديفيشن عندك بزيرو. هتفضل تمشي تمشي طول ما انت ماشي بتدخل ريسك اسيت جوه المحفظه. في السي ام ال بقى
هتوصل لنقطة في النص كده اسمها نقطة الام. يعني ايه نقطة الام دي؟ اسمها الماركت بورتفوليو. الماركت بورتفوليو هو الكريكلم مديك البنش مارك بتاعك، هو مؤشر البورصة اللي هو اس ام بي 500. فبيقولك من الاخر اي حد بعد كده عايز يستثمر فلوسه في ريسكي اسيت هيحط فلوسه جوه الاندكس. ليه هتحط فلوسك جوه الاندكس او جوه المؤشر؟ لان احنا شايفين ان الماركت ده ماركت افيشنت، فالاسهم اللي فيه فيرلي برايسد، فمحدش هينزل يضارب من الاخر، يعني محدش هيعمل اوفر ويتنج او اندر ويتنج. فبالتالي كلنا هننشئ محفظه عند نقطه الام، ونقطه الام دي هي دي اللي اسمها اوبتيمال ريسكي بورتفوليو. يبقى انت عند نقطه الريسك فري 100% ريسك فري، عند نقطه الام 100% ريسك اسيت. ويعني ايه 100% ريسك اسيت؟ يعني حاطط فلوسي جوه المؤشر بنفس الاوزان بتاعت المؤشر. ما بين بقى نقطه الريسك فري ونقطه الام ده يعتبر الالوكيشن ما بين الريسك فري والريسك اسيت. طيب انت بقى لو رحت انشات محفظه على السي ام ال، يعني انت شايف ان الماركت اللي انت فيه ده ماركت افيشنت، ايه الريتيرن اللي انت ممكن تتخيل انك تكسبه من المحفظه؟ هو القانون ده مش لازم تركز فيه لان ده قانون الكتم، يعني هيعمله ري ارينج من شويه ويبقى ده الكتم. فهو قال لك اي حد هيعمل الوكيشن، يعني هينشئ محفظه ما بين نقطه الام والريسك فري، فلما يجي يكسب هيكسب الريتيرن بتاع الريسك فري اسيت الار اف. ولو الجزء التاني من فلوسك بتستثمره في ريسكي اسيت فانت دايما بتكسب السبريد. السبريد ده اللي هو السبريد ما بين الار ام اللي هو عائد الريسكي اسيت والريسك فري، ده عائد اذون خزانه. فانت بتاخد حاجه اسمها ماركت ريسك بريميوم اللي انت شفتها في الايكوتي او شفتها في الكوربريت فاينانس. الماركت ريسك بريميوم ده الفرق ما بين عائد الاندكس اللي هو الار ام اللي هي نقطه الام دي، والريسك فري اللي هي النقطه دي. هو ده هتاخد حاجه ما بينهم في النص. بس قسمهم هنا على حاجه اسمها الستاندرد ديفيشن بتاع الماركت. ليه قسم على الستاندرد ديفيشن بتاع الماركت؟ عشان هو بيبقى عايز يشوف لكل 1 بير يونت اوف ريسك تحت هيخش لي كام بير يونت اوف ريتيرن. دي اكنها كده بالظبط شارب ريشيو، يعني كانها شارب ريشيو. ليه؟ لان هو الشارب ريشيو بيشوف لك لكل 1 بير يونت اوف ريسك تحت بيخش لك فوق كام بير يونت اوف ريتيرن. فلو الايكويشن دي طلعت بثلاثه معنى كده لكل واحد ستاندرد ديفيشن بيخش لك 3 وحدات من الريتيرن او العائد. ليه بقى ما قسمتش الريسك فري على الستاندرد ديفيشن بتاع الماركت؟ لان الريسك فري عندك بزيرو، فكده كده مفيش ريسك اصلا. عشان كده خدت بس الماركت ريسك بريميوم وده اللي قسمته على الستاندرد ديفيشن بتاع السوق، وكل ده ضربته في الستاندرد ديفيشن بتاع البورتفوليو. هو بقى كمان شويه هعمل لك ري ارينج ويقول لك ان القانون ده كده المفروض هو قانون الكتم، فانت مش مطالب انك تعرفه خالص. القانون هو في سلايد نمبر 7. طيب هنا بيشرح لك بقى اللي احنا قلناه في السلايد اللي قبليه، ان هو investor can expect to get one unit of market risk premium in additional return for every unit of market risk. فهو بيشرح لك ليه قسم ال RM minus RF اللي هو الماركت ريسك بريميوم، ليه قسمه على الستاندرد ديفيشن بتاع الماركت. سلايد نمرة 9 بيشرح لك في سلايد نمرة 9 السي ام ال اللي احنا كنا بنرسمه من شويه. فقال لك السي ام ال ده هو ده الاكسبكتد ريتيرن بتاع المحفظه، ده الستاندرد ديفيشن زي ما قلنا، ده 100% ريسكي فري. فضل يمشي 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 كل ده بيدخل ريسكي اسيت لحد ما نوصل نقطة دي اسمها نقطه الام. وقلنا نقطه الام ان انت حاطط 100% من فلوسك جوه ريسكي اسيت. بس هو حب يعرف لك في الكريكلم ايه الماركت بورتفوليو. قال لك الماركت بورتفوليو ده هو الاندكس او المؤشر، وادالك مثال على اس ام بي 500. ف سيمبلي تقدر تقول لو انت مذاكر ايكويتي كان عندنا في الايكويتي تو ستراتيجيز، كان عندنا حاجه اسمها باسيف ده الانفستر المتحفظ، وكان عندنا واحد اسمه اكتف، والاكتف ده اللي هو بيعمل سبيكيوليشن او بينزل يضارب. فبيقول لك لو انت انفستر باسيف متحفظ فهتبقى عايز تعمل حاجه اسمها تراك للاندكس. يعني ايه تراك الاندكس؟ يعني من الاخر تنشئ محفظه تحط فيها نفس الاسهم بتاعه المؤشر بنفس الاوزان. يعني لو اس ام بي 500 جواه مثلا سهم بتاع بنك جي بي مورجان تشيس مثلا، جي بي مورجان مثلا يمثل 10% من قيمه الاندكس، فانت هتنشئ محفظه تحط فيها برضو جي بي مورجان وتخلي جي بي مورجان يمثل 10% من قيمة الاندكس بورد. طيب يبقى لو انت ماشي باسيف
فهتمشي تبع حاجه اسمها الكابيتال ماركت لاين او السي ام ال. ليه؟ لان انت هتمشي تتراك الاندكس. بس لو انت ماشي اكتف، الاكتف لا، الاكتف ده اللي هو بينزل يعمل سبيكيليشن، سبيكيليشن يعني مضاربه، ينزل يشتري ويبيع وهوت ماني، بيحاول يخرج ويدخل اسهم ويحاول يبيع ويكسب منها. فانت لو ماشي اكتف يبقى انت كده عايز تنزل تضارب في اسهم اندر فاليت، يعني متقيمه في البورصه او متسعره في البورصه باقل من قيمتها، يا اما تضارب في اسهم اوفر فاليت. يبقى انت لو نازل اكتف استراتيجي هتمشي تبع الكابيتال الوكيشن لاين. ليه؟ لان الكابيتال الوكيشن قائم على النون موجنز. بس لو انت هتمشي باسيف يبقى انت هتروح تتراك الاندكس، وده لوجيك لان السي ام ال قائم على الهوموجينس اكسبكتيشن، من نظرتنا للماركت كلها واحده. يبقى تقدر قبل ما نتنقل من الاثنين ثيري دول، تقدر تلخص وتقول ان الكابيتال الوكيشن والكابيتال ماركت لاين هو ده بيخاطب يا اما الاكتف انفستور يا اما بيروح يخاطب الباسيف انفستور. هي دي فكره السي ام ال وفكره الكابيتال الوكيشن لاين. طيب سلايد نمرة 10 هو بيكلمك على انواع الريسك اللي انت ممكن تواجهها لو رحت استثمرت فلوسك في اسهم في البورصه عامه. فانت لو رحت استثمرت فلوسك في بورصه او في اي شركه هتواجه نوعين من الريسك. نوع اسمه سيستماتيك ريسك، لو احنا بنسميه بحاجه اسمها الماركت ريسك، معلش اكتبه جنب الماركت ريسك ده السيستماتيك. يا اما بتواجه حاجه اسمها الان سيستماتيك ريسك، هو ده انواع الريسك. مش انت ممكن تخلو الان سيستماتيك زي ما هي بس تمسحه الماركت ريسك. هو ايه السيستماتيك وايه الان سيستماتيك؟ السيستماتيك ريسك ده ريسك الماركت. يعني ايه ريسك الماركت؟ يعني يوم 27 يناير 2011 البورصه كلها وقعت، بس ما كانتش فارقه بقى ان انت موزع فلوسك على سهم موزع على 100 سهم. ليه؟ لان الماركت كله وقع. ف مهما تحط او مهما توزع فلوسك على كذا سهم كده كده مش هتفرق لان الماركت كله في النازل. فالسيستماتيك ريسك دي بنسميها بحاجه اسمها الان دايفرسفايبل. يعني ايه ان دايفرسفايبل؟ يعني انت مش تقدر ان انت تمحيها من المحفظه عندك. مهما وزعت فلوسك على كذا شركه او وزعت فلوسك على كذا سهم انت كده كده متحمله. بس الان سيستماتيك ريسك اللي احنا شرحنا عليها فوق، الان سيستماتيك دي تقدر تقول عليها الفيرم سبيسيفيك ريسك، يعني ريسك الشركه اللي انت داخل تستثمر فيها فلوسك. فزي مثلا الناس اللي كانت حاطه فلوسها في سهم طلعت مصطفى، ويوم ما الحكم في القضيه بتاعته هو سعر السهم نزل تحت القيمه الدفتريه، وده اسوأ سعر ممكن يوصل له اي سهم. بس هل الناس اللي اتضرت هو كل الماركت؟ لا، هي الناس اللي اتضرت بس هي الناس اللي كانت حاطه فلوسها في سهم طلعت مصطفى. هو ده الان سيستماتيك ريسك. والان سيستماتيك ريسك مثلا مصنع جهينه ساعه ما اتحرق مثلا بعد الثوره، الكفاءه الانتاجيه بتاعه المصنع قلت، هل مصانع الادبان كلها قلت؟ لا طبعا، هي مصنع جهينه بس هو اللي قل. هو ده الفرق ما بين السيستماتيك والان سيستماتيك. بس لما تيجي تبص على الان سيستماتيك هتلاقي ان الان سيستماتيك ريسك ده انت ممكن تمحيه او تتجنبه عن طريق ان انت بدل ما تحط فلوسك في سهم جهينه بس او سهم طلعت مصطفى بس، انت بتقدر تتجنبه عن طريق ان انت بتعمل حاجه اسمها التنوع، ان انت بتروح توزع فلوسك على كذا سهم. هو ده نوعين من الريسك اللي انت بتواجههم، سيستماتيك وان سيستماتيك. هنا رسم لك رسمه في سلايد نمبر 11 هي معبره. هو الرسمه دي ده يعتبر الستاندرد ديفيشن بتاع المحفظه، وده يعتبر حاجه اسمها النمبر اوف سكيورز، عدد الاسهم. فهو بيقول لك ان طول ما عدد الشركات عمال بيزيد، يعني بتحط فلوسك في صناعات مختلفه وشركات مختلفه، بالطبيعي هتلاقي الستاندرد ديفيشن بتاع المحفظه عندك بيقل. بس هيفضل يقل 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 لحد ما يبقى خلاص تتر، هو عمره ما يقل عن كده. ليه؟ لان كل الجزء اللي تحت ده اسمه سيستماتيك ريسك، ريسك الدوله او مشاكل سياسيه، مشاكل اقتصاديه، اي مشكله. فهو كده كده السيستماتيك ريسك اللي تحت ده ملوش علاقه انت بتنوع ازاي. ليه؟ لان انت كده كده متحمله. بس اللي تقدر ان انت تتجنبه وتقلله فعلا هو الان سيستماتيك ريسك. عشان كده في اسئله بتيجي كتير يقول لك ان اي بورتفوليو مانجر هو دوره ان يمانج حاجه اسمها سيستماتيك ريسك، مش دوره ان هو يمانج الان سيستماتيك. ليه؟ لان الان سيستماتيك لو هو بورتفوليو مانجر شاطر هيقدر ان هو يقلله او يقدر ان هو يعمل له اليمينيشن عن طريق ان يعمل تنوع. بس السيستماتيك ريسك اللي تحت ده هو كده كده شايل جوه المحفظه، فهو لازم يعمل له مانجنج، بيحاول ان هو يحفظه.
يخفضوا ازاي بقى؟ مثلا بدل ما يستثمر في حاجات دوماستيك بس، ممكن يروح يستثمر في حاجات انترناشونال وهكذا. طب هنا بقى بيكلمك على الريتيرن جنريتنج مودلز في سلايد نمره 12. ممكن تكتب جنب العنوان ده ايه الفاكتورز اللي ممكن تاثر على ريتيرن السهم. يعني ايه الفاكتور اللي ممكن تاثر على ريتيرن السهم؟ انت هتلاقي في ليفل 2 ان انت عندك كذا وجهه نظر. في ناس بتقول لك الفاكتور اللي ممكن ياثر على ريتيرن السهم السبريد ما بين الار ام وحاجه اسمها الار اف. في ناس تانية شايفة الفرق ما بين اللارج كاب والسمول كاب. في ناس شايفة ان الفرق ما بين الهاي هاي ماركت بوك واللو ماركت بوك. انت عندك في ليفل 1 مينلي هو السبريد ما بين الار ام والار اف، هو ده اللي بيأثر على ريتيرن السهم. بس تعالى ناخدهم واحدة واحدة. هو هنا في من الفاكتورز اللي ممكن تأثر على ريتيرن السهم حاجة اسمها مالتي فاكتور مودلز. تحت المالتي فاكتور مودلز انت عندك بيعملون كلاسيفيكيشنز لثلاث حاجات، حاجه اسمها ماكرو ايكونوميك، حاجه اسمها فاندمنتال، حاجه اسمها ستاتستيكال فاكتور. ايه الماكرو ايكونوميكس؟ الماكرو ايكونوميكس ده زي ما بيحصل مثلا في اول مره خالص بعد الديفالويشن، ساعه ما الفايده عليت من 12.5 قبل الديفالويشن، سوري، ساعه ما الفايده البنك الاهلي نزل شهادات بتدي 12.5%، لقينا ساعتها ان البورصه قلت جدا. ليه؟ لان الناس بدات تسحب فلوسها من البورصه وتروح تحطها جوه البنوك في ودايع. يبقى تقدر تقول من اول حاجه ممكن تاثر على ترند السهم الماكرو ايكونومكس اللي هي الانترست ريت. ان لما الانترست ريت بتزيد بتلاقي اسعار الاسهم في البورصه بتقل. تاني فاكتور عندك اسمه الفاندمنتال. الفاندمنتالز ده حاجه جوه الشركه، يعني الايرننجز بتاعت الشركه زادت، الجروث ريت بتاعها بيزيد، الاي بي اس بتاعها بيعلى. ده الفاندمنتال فاكتورز. فاينانشال ماتريكس من جوه الشركه اتحركت، هي اللي حركت مينلي الفير فاليو بتاع السهم. واخر فاكتور بس ده اضعف فاكتور المفروض تعتمد عليه اسمه الاستاتستيكال فاكتور. ليه الاستاتستيكال فاكتور ده اصعب فاكتور ممكن تعتمد عليه؟ لان هو بيزد على هيستوريكال داتا، والعيب الهيستوريكال داتا ان اللي حصل في الماضي ممكن ما يتكررش تاني في المستقبل. فمينلي الاستاتستيكال هو اقل حاجه ممكن تعتمد عليها من الفاكتورز اللي ممكن تاثر على ريتيرن السهم. فهو في سلايد نمره 13 بيشرح لك قصه المالتي فاكتور مودلز اللي احنا اتكلمنا عليها في السلايد اللي قبليها. عرفنا الماكرو ايكونومكس حاجه زي الجي دي بي اللي هو الناتج المحلي لما بيزيد، انفليشن والانفليشن بيحرك الانترست ريت، الفاندمنتالز زي الايرننجز بتاعت الشركه، زي الايرننج جروث، زي الفيرم سايز لارج كاب ولا سمول كاب. هو ده مينلي اللي بيحرك ريتيرن السهم. في حاجة تانية اللي هو الفاما ان فرنش، دي برضو تحت المالتي فاكتور مودلز. هو بيقول لك ممكن يبقى في ثلاث حاجات تانيين ممكن يحركوا ريتيرن السهم، ده اللي احنا قلناها من شوية. حاجة اسمها الفيرم سايز. الفيرم سايز ده دايما بيسميها لك بحاجة اسمها الاس ماينس بي، يعني سمول ماينس بيج. يعني ايه سمول ماينس بيج؟ ان هو بدل ما بيجيب السبريد ما بين الار ام والار اف، لا هو بيجيب السبريد ما بين ريتيرن السمول كاب واللارج كاب. ان بره في امريكا بيبقى في محافظ بس للسمول كاب ومحافظ بس للارج كاب، فهو بيمسك الافريج ريتيرن بتاع سي مثلا خمس محافظ سمول، يعمل لهم ماينس الافريج ريتيرن بتاع خمس محافظ لارج. لو هو مثلا الماركت اللي انت فيه الايام دي السمول كاب هو اللي عمال بيزيد، يبقى انت لو حاطط فلوسك جوه سمول كاب هتلاقي الريتيرن بتاعك بيزيد. بس لو انت في ماركت اللارج كاب هو اللي بيقود الايام دي وانت حاطط فلوسك جوه سمول كاب، يبقى ساعتها هتلاقي ان البورتفوليو ريتيرن بتاعك عمال بيقل. فيرم بوك تو ماركت فاليو ده بيقارن ما بين القيمه الدفتريه للسهم والقيمه السوقيه بتاعته. فهو حاجه برضو هتلاقيها في ليفل 2 حاجه اسمها هاي ماينس لو. الفيرم بوك تو ماركت يعني بيقارن القيمه الدفتريه اللي هو البوك فاليو بير شير بالقيمه السوقيه بتاعت السهم. فدي خصائص الشركات دي هتشوفها عامه في الايكويتي. خدتها في الايكويتي اللي هو حاجه اسمها الفاليو ستوكس وحاجه اسمها الجروث. كان الفاليو ستوكس ده كان مينلي بيوزع ديفيدنس عاليه، وكان عنده لو بي ريشيو، وكان عنده لو برايس تو بوك. بس الجروث ستوكس دي بتلاقيها دايما عندها هاي بي ريشيو وعندها لو ديفيدنس هيت وعندها هاي بوك تو ماركت. دي مينلي من الفاكتورز اللي ممكن تاثر على ريتيرن السهم. اخر حاجه بقى اللي هي الماركت موديل.
هو الريتيرن جنريتنج، والماركت موديل ده بيقول لك ان ده الفاكتور الوحيد اللي ممكن يأثر على ريتيرن السهم، فاكتور اسمه البيتا بتاعته. والبيتا دي بتروح تقيس حركة السهم مع حركة الماركت. سلايد 16 القانون ده هنقوله دلوقتي، بس بعد لسه ما نخلص حاجة في البيتا قدام هنرجع له تاني. فهنرجع تاني لسلايد نمرة 16 وسلايد نمرة 15، بس مش هنقدر نفهمه دلوقتي إلا لما ناخد بس حاجة جاية كمان شوية. سلايد 17 بقى هو بيكلمك ازاي تروح تحسب البيتا بتاعت السهم. يعني ايه البيتا؟ البيتا بتاعت السهم ان كل سهم مقيد في البورصة معلن ليه رقم بيتا. simply البيتا دي هي بتقيس الموفمنت between two variables، ما بين حاجتين متغيرين. يعني انت مثلا عايز تقيس حركة الدولار مع حركة مثلا الذهب، تقيسها بيتا. عايز تقيس مثلا حركة زيادة البنزين مع زيادة أسعار مثلا العربيات والطيارات، دي برضو تقيس عن طريق البيتا. يبقى البيتا أنت بتقدر تقيس الموفمنت أو الحركة ما بين حاجتين تو فاريبلز. فسي مثلا البيتا هنا اللي عندنا في البورتفوليو مانجمنت دي بتقيس حركة السهم مع حركة مؤشر البورصة زي إيجي أك 30. فأنا أجي أقول لك عندي مؤشر بورصة زي إيجي أك 30 ده جوه المفروض 30 شركة. من ال 30 شركه دول في سهم اسمه حديد عز. انت بقى عايز تشوف حركه حديد عز مع الاندكس، يعني عايز تعرف من الاخر لو الاندكس بتطلع مره حديد عز بيطلع قد ايه، ولو الاندكس نزلت مره حديد عز بينزل بقد ايه. البيتا بتاعت الاندكس هي كده كده ثابته ب 1 ما بتتحركش. ليه؟ لان البيتا بتاعت الاندكس انت بتقيس حركه الماركت مع الماركت او الاندكس مع الاندكس، حركة حاجة مع نفسها بواحد. بس لو طلع البيتا بتاعت السهم بواحد ونص زي حديد عز، معنى كده ان الاندكس لما بتطلع مرة السهم بيطلع مرة ونص، والاندكس لما بتنزل مرة بتلاقي السهم بينزل مرة ونص. معنى كده ان السهم ده مور فولاتايل عن الاندكس، يعني بيتحرك اسرع من السوق او تحركه اقوى من السوق. على عكس لما اجي اقول لك البيتا بتاعت السهم ب 0.5، لا 0.5 دي يعني الماركت لما بيطلع مره السهم بيطلع نص، والماركت لما بينزل مره السهم بينزل نص. معنى كده ان تحرك السهم ده بالنسبه للاندكس او بالنسبه للمؤشر اقل من تحرك المؤشر. فهو الطبيعي ان طول ما البيتا عندك بتزيد طول ما انت هتروح تطلب ريتيرن اعلى، وطول ما البيتا عندك بتقل هتطلب ريتيرن اقل. هي دي فكره البيتا. هو قانون البيتا هو لوجيك فعلا ان هو بيقيس حركه سهم وحركه اندكس، فهو بيقيس كوفيرينس ما بين الاي دي الاسيت السهم والام دي الماركت. بس هو عايز يعمل البيتا دي حاجه اسمها ستاندردايزيشن. يعني ايه ستاندردايزيشن؟ يعني عايز يقول لكل واحد تحرك في الماركت هيسمع في السهم بتحرك قد ايه. فعشان يعمل ستاندردايزيشن راح قاسم على الستاندرد ديفيشن، او قاسم سوري على الفيرينس بتاع الماركت. فلما قاسم على الفيرينس بتاع الماركت فالبيتا مثلا سي طلعت لك مثلا 3، معنى كده ان الاندكس لما بتتحرك مره السهم بيتحرك تريبل، بيتحرك 3 اضعاف، بس الثلاث اضعاف دي طالع ونازل. هي دي فكره البيتا. انت هنا ده تاني قانون للبيتا، عشان هو في الاكزام ممكن يجيب لك قانونين بس هو على حسب الجيفن. لو مديك في الجيفن الكوفيرينس هتحل بالكوفيرينس، لو مديك في الجيفن الكوريليشن فانت بتحل في النهايه بالكوريليشن. بس هو القانون التاني ده هو فك قانون الفيرينس مش اكتر. ففكه ازاي؟ ان هو بيقول لك مثلا كوفيرينس ما بين الاسيت والماركت، هو خدتوها في الريدنج اللي فاتت ان الكوفيرينس ما بين الاسيت والماركت هو يعتبر الكوريليشن ما بين الاسيت والماركت في الستاندرد ديفيشن بتاع الاسيت يعني بتاع السهم في الستاندرد ديفيشن بتاع الماركت، وقسم ده على الفيرينس بتاع الماركت. فانت سيمبلي ممكن تضيع الستاندرد ديفيشن اللي فوق دي مع واحده فيرينس من تحت، فخدها الكوريليشن قال لك هو الستاندرد ديفيشن بتاع الاسيت على الستاندرد ديفيشن بتاع الاندكس. ودول القانونين بتوع البيتا. ده ميلي اسمه ريجريشن، بس ريجريشن هو مش عليك في ليفل 1، هو عليك في ليفل 2، بس انت اللي عليك في ليفل 1 بس هم القانونين بتوع البيتا. بس انت سيمبلي لو انت عايز تحسب البيتا ان ريل لايف حياتك، انت بتسحب تايم سيريز للسهم 5 سنين ورا لاقل فتره، وبتسحب تايم سيريز برضو للاندكس 5 سنين ورا. وفي فانكشن في الاكسل شيت في الداتا اناليسيس اسمها ريجريشن. بالريجريشن دي انت اللي بتقدر تحسب سلوب او بتقدر تحسب البيتا بكام.
هي دي فكرة الريجريشن، بس هي مش عليك ليفل 1. طيب كان اول ثيري عندنا بقى قبل ما نخش على اسم ال، كان اول ثيري اسمه الكابيتال الوكيشن، ثاني ثيري اسمه كابيتال ماركت. والكابيتال الوكيشن كان قائم على ان انت بتوزع فلوسك ما بين ريسك فري وريسك اسيت، والكابيتال ماركت برضو كان قائم ان انت بتوزع فلوسك ما بين ريسك فري وريسك اسيت، يعني اثنين واحد. بس بيختلفوا في ايه؟ قلنا ان الكابيتال الوكيشن ده بيخاطب الاكتف انفستور اللي بيشوفوا ان الاسهم اندر فاليد او اوفر فاليد، فاما بيعمل له اوفر ويتنج يعني بيحط كتير منه جوه المحفظه، او بيعمل له اندر ويتنج يعني بيقلل من الوزن بتاعه جوه المحفظه. فقلنا ساعتها الكابيتال الوكيشن ان انت بتروح ما عندكش اوبتيمال ريسكي بورتفوليو واحد، هو كل واحد فينا ليه ديفرنت اوبتيمال ريسكي بورتفوليو على حسب انت شايف الماركت ازاي. بس الكابيتال ماركت قلنا ده بيخاطب الناس الباسيف، والناس الباسيف دول قلنا متحفظين، بيعمل تراكنج للاندكس يعني عايز يكسب نفس عائد المؤشر، فبيروح ينشئ محفظه جوه نقطه اسمها نقطه الام اللي هو عايز يحط 100% فلوسه جوه ريسكي اسيت. طيب الاس ام ال بقى دي مش محفظه، الاس ام ال ده اسمه سكيورتي ماركت لاين. ايه السكيورتي ماركت لاين؟ سكيورتي ماركت لاين البورتفوليو مانجر بيستخدمه علشان يروح يختار بيه الاسهم الاوفر فاليد او الاسهم الاندر فاليد. ازاي بيختار دي الاسهم الاوفر او الاندر؟ ان انت عندك قانون اسمه الكابن. الكابن ده بيحسب لك حاجه اسمها الريكوايرد ريت اوف ريتيرن. يعني ايه ريكوايرد ريت اوف ريتيرن؟ يعني انت عايز تشوف بيزد على البيتا بتاعت السهم اقل ريتيرن ممكن تقبله كام في الميه. فبتشوف مثلا حسبت الكابام ده او ريكوايرد ريت اوف ريتيرن 10%، فانت بتيجي ترسم لي الاس ام ال، ودايما الكابام هو بيبلوت على الاس ام ال، يعني دايما بتحط الريتيرن ده على الاس ام ال، فبتقول لي على فكره بيزد على البيتا بتاع السهم اقل ريتيرن ممكن اقبله من السهم ده 10%، ده اقل ريتيرن ممكن تقبله. طيب انت بقى رحت عملت فاندمنتال اناليسز للشركه وشفت الشركه دي بجد بجد الفرق ما بين الماركت برايس والفير فاليو بتاع السهم هيكسبك كام، لقيت ان الماركت برايس والفرق ما بين الفير فاليو بتاع السهم، لا السهم ده ان شاء الله المفروض هيكسبني 12%، يبقى السهم ده كده يعتبر اندر فاليد. ليه؟ لان السهم ده كده هيكسبك اكسبكتد ريتيرن اكبر من اللي انت طالبه، يعني انت كنت طالب 10 بس يا سيدي السهم ده هيكسبك 12، يبقى السهم ده كده اندر. بس لو انت حسبت الكابن ولقيته سايبه 10 بس بيزد على الفاندمنتال لقيت السهم هيكسبك 8% بس، تيجي تقولي لا يبقى السهم ده كده سهم وحش، كده السهم ده اوفر فاليد. ليه؟ لان السهم ده كده هيكسبك ريتيرن اقل من اللي انت طالبه، يبقى اللي انت طالبه ده اسمه ريكوايرد، ده اللي انت بتحطه على الكابن. بتروح بقى تقارنه بالفاندمنتال او الاكسبكتد وتشوف يا ترى انت كنت طالب اكتر من الاكسبكتد ولا اقل من الاكسبكتد. هو ده فكره الاس ام ال، وعلى فكره هو فيري امبورتنت في كاكزام، مهم جدا. سلايد 20 بقى هو بيكلمك على فكره الاس ام ال، ونفس الكلام يعني هو ده بيقول لك بحسب الريكوايرد ريت اوف ريتيرن عن طريق الكابان بحطه على الاس ام ال، بعد كده بفضل احسب الاكسبكتد ريتيرن بتاع السهم وبشوف السهم ده اندر ولا اوفر فاليد. ده الاسامبشن بتاع الكاب ام، هي يعني ممكن تقراهم، هو ده بيقول لك في 6 اسامبشنز على الكاب ام ممكن تقراهم سريعا مش هتلاقي فيهم حاجه. هنا بقى المقارنه دي ما بين الاس ام ال والسي ام ال دي فيري امبورتنت، بتيجي عليها اسئله كتير. هو بيعمل كومباريزن ما بين السي ام ال والاس ام ال. الكومباريزن دي بتتم ازاي؟ ان بيقول لك السي ام ال ده زي ما قلنا ده اكسبكتد ريتيرن بتاع محفظه، ده ستاندرد ديفيشن بتاع محفظه. هو السلايد دي هنقعد نراجع على فكره مفيش كلام جديد هيتقال. دي 100% ريسكي فري، دي 100% ريسكي اسيت. بس السؤال المهم قال لك طب انا لو رحت انشات محفظه حطيت 100% ريسكي اسيت، فالمفروض دلوقتي اخري اكسب ريتيرن ايه؟ قال لك اخرك هتكسب ريتيرن الاندكس المؤشر. قلت له طب مين بقى اللي بيروح ينشئ محفظه على النقطه دي؟ يعني مين اللي بيقدر يبيت الماركت؟ مين اللي بيقدر يعني ايه بيت الماركت؟ يعني يكسب ريتيرن اعلى من الاندكس. فقال لك اللي بيقدر يكسب عائد اعلى من السوق او اعلى من الاندكس هو اللي بيروح يستلف بريسك فري بعائد بدون خزانه ويحط اكتر من 100% جوه الريسك اسيت. هو ده مينلي اللي بيقدر يبيت الماركت او يكسب ريتيرن اعلى من السوق.
عشان كده سمى لك المحفظه دي لما تيجي تقرا في التشوزر او في التريكل ما يسمى لك بحاجه اسمها البورول بورتفوليو. يعني دي الناس من الاخر اللي بتستخدم مارجن لاندنج، شراء على الهامش، اللي هو بينزل يستلف ويحط اكتر جوه الريسك اسيت. اما الناس دي اسمهم لاندنج بورتفوليو، ان انت لو رحت اشتريت اذون خزانه من الحكومه فانت اكنك بتسلف الحكومه وبتاخد الريسك فري ريت. الاس ام ال بقى هو علاقه ما بين الاكسبكتد ريتيرن بتاع السهم وحاجه اسمها البيتا. البيتا دي المفروض بتقيس السيستماتيك ريسك. يبقى تقدر تقول الفرق ما بين الاس ام ال والسي ام ال ان السي ام ال بيماجر حاجتين، بيماجر السيستماتيك والان سيستماتيك. لان ايه؟ لان ده الستاندرد ديفيشن. اما الاس ام ال هو بيماجر حاجه واحده بس، بيماجر حاجه اسمها السيستماتيك ريسك. قال لك والله سهم بي ده البيتا بتاعته بواحد فيكسب ريتيرن زي الماركت، السهم ده البيتا بتاعته اعلى من واحد يعني 1.5 فهتلاقي السهم ده مور فولاتايل عن الاندكس، فلما تيجي تكسب عليه ريتيرن هتطلب عليه ريتيرن اعلى من السوق، والسهم ده البيتا بتاعته اقل من واحد فلما تيجي تطلب عليه ريتيرن هتطلب عليه ريتيرن اقل من السوق. فهو هنا بس عايز يقول لك لما البيتا بتزيد بتلاقي نفسك بتطلب ريتيرن اعلى من الماركت، ولما البيتا بتقل بتطلب ريتيرن اقل من الماركت. طيب هو ده الابلكيشن بتاع الاس ام ال اللي هو شرح لك هنا اللي احنا قلناه ورا، ان الاس ام ال هو بيقارن ما بين الريكوايرد ريت اوف ريتيرن وبيقارن ما بين الاكسبكتد. لو السهم لقيته بيديك اكسبكتد فوق الاس ام ال كده يبقى السهم ده كده اندر فاليد، تحت بتلاقيه اوفر فاليد. لو السهم ده انت قارنت عليه ريتيرن 10% ولقيت ان هو هيكسبك 10%، لو انت كنت طالب عليه ريتيرن 10 ولقيت السهم ده هيكسبك فعلا من 10 يبقى السهم ده اسمه فيرلي برايسد. يعني ايه فيرلي برايسد؟ يعني السهم ده بروبرلي فاليد، يعني اللي هيكسبك ريتيرن زي اللي انت طالبه بالظبط. طيب هنا بيقول لك لو انت مذاكر كوربريت فاينانس هتعرف تحله. هو عايز بس يقول لك ان هنا مديك مثال، مديك الويتس بتاعه الكابيتال ستراكشر بتاع الشركه، ومديك الار ام عائد الاندكس، ومديك الريسك فري، وبيقول لك احسب الواك واحسب الام بي في. فدي هتلاقيها من الكوربريت فاينانس شويه. فهو بس عايز يقول لك ان البيتا بنستخدمها هنا في قانون الكابم، بعد كده مسك الويت بتاع الدت ضربه في الكوست اوف دت، والويت بتاع الكومن وضربه في الكوست اوف كومن، طلع هنا الوقت. فانت لو مذاكر كوربريت المفروض هتعرف تحل الاكزام ده. ده بقى موضوع جديد غير الموضوع اللي فات خالص. هو هنا بيكلمك على حاجه اسمها البرفورمانس ميجرمنت، ان انت ازاي تروح تقيس اداء المحفظه بتاعتك. فانت لو عايز تروح تقيس اداء المحفظه عندك كذا طريقه. اول طريقه اسمها الشارب ريشيو. الشارب ريشيو دي ان انت بتقيس البرفورمانس، ان انت بتقسم حاجه اسمها ريتيرن على الريسك. فلو الشارب ريشيو طلعت عندك زي مثلا 3 كانها 3 على 1، معنى كده لكل 1 بير يونت اوف ريسك هيخش لك 3 بير يونت اوف ريتيرن. بس الشارب ريشيو كرقم ابسوليوت هو ما اقدرش، يعني انت لو جيت قلت لي محفظه زي مثلا بتاعه البنك الاهلي كسبانه شارب ريشيو 3، ما انا ما اعرفش الرقم ده حلو ولا وحش، فانا خلاص روح قارنها بالشارب ريشيو بتاع بنك مصر مثلا. تلاقي الشارب ريشيو بتاع محفظه بنك مصر 4، معنى كده ان المحفظه بنك مصر بتكسب شارب ريشيو اكبر، يبقى احسن من المحفظه بتاعه البنك الاهلي. تاني طريقه بقى اسمها الام سكويرد. الام سكويرد دي انت ما بتقارنش الريتيرن بريسك. الام سكويرد دي من الاخر انت عايز تشوف انت بتبيت الماركت ولا لا، يعني بتكسب ريتيرن اكبر من الاندكس ولا اقل من الاندكس. فانت هنا بتقيس حاجه اسمها اكسس ريتيرن. يعني ايه اكسس؟ لما تلاقي كلمه اسمها اكسس يعني انت عايز تشوف انت بتكسب كام فوق الريسك فري. فانت ثبتت هنا الريسك فري، مره بتقارن الريسك فري بريتيرن المحفظه، ومره بتقارن الريسك فري بريتيرن الماركت، وده ضربته في البيتا بتاعه المحفظه. وهنا كان المفروض تضربه في البيتا بتاعه الماركت برضه، بس البيتا بتاعه الماركت كده كده ب1، فاي حاجه ب1 بنفسيها فشالها خالص. لو الام سكوير طلعت عندك بوزيتيف معنى كده ان المحفظه دي بتبيت الماركت او بتكسب ريتيرن اعلى من السوق. بس لو الام سكوير طلع عندك نيجاتيف
معنى كده المحفظة دي بتكسب ريتيرن أقل من السوق. طيب الترينر هي الشارب، بس الشارب ريشيو كان بيقول لك لكل 1 بير يونت اوف توتال ريسك هيخش لي كام بير يونت اوف ريتيرن. الترينر بقى هو بيقول لك لكل 1 بير يونت، مش توتال ريسك، لا لكل 1 بير يونت اوف سيستماتيك ريسك هتكسب كام بير يونت فوق اوف ريتيرن. دي ده الفرق ما بين الترينر وما بين الشارب ريشيو. بعد كده اخر حاجه ودي اللي بتيجي في البورتفوليو كتير، جانسن الفا. جانسن الفا دي بتقيس لك حاجه اسمها ابنورمال ريتيرن. يعني ايه ابنورمال؟ يعني بتشوف هل انت بتكسب ريكوايرد ريت اوف ريتيرن اكتر من الاكسبكتد ولا اقل من الاكسبكتد. فانت زي مثلا كنت طالب ريتيرن 10% بس انت لقيت المحفظه دي مش مكسباك 10، لقيت المحفظه دي مكسباك الحمد لله 15%، يبقى انت كده عندك جانسن الفا بخمسه او عندك ابنورمال ريتيرن بخمسه. بس لو انت لقيت ان الماركت اللي انت فيه ده مثلا ماركت 100% افشنت، فالطبيعي انك هتلاقي الجانسن الفا عندك بزيرو. ليه؟ لان انت هتلاقي المحفظه دي بتكسبك ريتيرن زي السوق بالظبط، فتلاقي الجانسن الفا عندك طلعت بصفر. هو ده فكره الجانسن الفا. طيب نرجع بس كده لسلايد 15 و16، احنا قلنا هنفوتهم وهنرجع لهم تاني. سلايد 16 هنا القانون ده بيقول لك ايه بقى؟ القانون ده it does make sense شويه، ان هو intercept ده يعني ال 1 ماينس ريسك فري في ال 1 ماينس بيتا. الريسك فري في ال 1 ماينس البيتا. فهو القانون ده ممكن تقول ان هو ويتد افريج. يعني ايه؟ يعني انت سي مثلا عايز تكسب ريتيرن الاندكس اي جي 30 بتكسب سي مثلا 10% في السنه. انت مش عايز تكسب ال10 كلها، انت عايز تكسب من ال10 5% بس، يعني عايز تكسب نص ريتيرن المؤشر. قال لك خلاص عايز تكسب نص ريتيرن المؤشر، شوف سهم تكون البيتا بتاعته بنص. فهتمسك هنا البيتا بتاعت السهم بنص وتضربها في 10، يبقى نص في 10 يبقى كسبان فعلا من ريتيرن الاندكس 5% بس. قلت له طيب ايه ده بقى؟ قال لي ده الريسك فري في ال1 ماينس بيتا، البيتا هنا عندك ب 50، يبقى انت كده حطيت 50% هتكسب في ريسك فري و50% الباقي هتكسبها في الار ام. طب ناخد مثال تاني، انت عايز تكسب 70% من ريتيرن الاندكس، فقال لك خلاص روح شوف سهم تكون البيتا بتاعته باوبن 7. معنى كده هتقول لي البيتا بتاعت السهم باوبن 7 في الار ام اللي هو ال10، يبقى انت كسبت من ريتيرن الماركت 7%. طيب بقيه الاوبن 7 30، يبقى 1 ماينس 30 اللي هو ال 70% ال 30% الباقيه هتحطهم جوه الايه؟ الريسك فري. يبقى اذا القانون ده بيقول لك شوف انت عايز تكسب كام من ريتيرن الاندكس واختار البيتا بتاعتك. عايز تكسب 30% من ريتيرن الاندكس، اختار بيتا لسهم البيتا بتاعته تكون باوبن 3، كده هتكسب اوبن 3 من ريتيرن الاندكس و70% ريسك فري. ايه الستاندرد ايرور؟ ستاندرد ايرور ده اللي هو الجانسن الفا بقى، اللي هو الباد استيميت. الباد استيميت اللي انت ممكن تلاقي نفسك محقق ابنورمال ريتيرن، يعني كنت عامل مثلا استمت غلط، او لقيت الجي دي بي عندك عالي في الدوله، لقيت الانترست ريت اتغيرت، كل ده الكلام ده هياثر لك من الاكسبكتد ريتيرن بتاع السهم. بس لو انت في ماركت افيشنت والايكونومي بيوبريت نورمال، مفيش اي اخبار بتنزل على الاقتصاد ماشي تمام، هتلاقي الستاندر ايرور ده عندك بزيرو. يبقى الستاندر ايرور ده اللي هو بالاخر الجانسن الفا اللي بيقيس لك الابنورمال بروفيت او الابنورمال ريتيرن. كده احنا خلصنا الريدنج، ناقص لنا بقى ريدنج واحده واللي هي الريسك مانجمنت والبيزكس بورتفوليو. بس هو الريسك مانجمنت والبيزكس بورتفوليو دي هناخدها ان شاء الله في حلقه واحده، لان هو كل ريدنج منهم تقريبا 5 صفحات او 6 صفحات، فهم الاثنين ريدنج على بعض عاملين 10 صفحات بس. فالمره الجايه ان شاء الله في الحلقه الجايه نخلص بورتفوليو. كان معاكم امير دالي من برنامج سي اف اي بالعربي، سبونسر من سي اف اي سوسايتي. ماشي، حسنا.